خطوات الإصلاح الاقتصادي اللي اتخذتها الدولة والقيادة السياسية ادت تكليفات وتوجيهات بهذا الأمر، ويمكن كان للشعب المصري زي ما سيادة الرئيس بيتكلم دايما دور كبير في مساندة القيادة السياسية في هذا القرار، وأيضا مساندة الحكومة في تطبيقه. مصر لما جت تطبق هذا القرار أو تاخد حتى القرض من صندوق النقد الدولي، ده كان وفقا للظروف الخاصة بمصر، وأيضا من خلال يعني توضيحات، لأن الأمور دي ليها طبيعة خاصة، التعامل مع الشعب المصري بيكون له طبيعة خاصة. الشعب المصري طلع قد المسؤولية وأكتر في مساندة الدولة ومساندة القيادة السياسية في قرارها، ده كان ليه انعكاساته الإيجابية فيما بعد، حتى بعد الأزمة اللي مرينا بها أو لسه فيها، أزمة كورونا، لغاية لما تزول إن شاء الله زوال نهائي بوجود اللقاح الخاص بهذا الفيروس. ده الانعكاسات الإيجابية دي يعني خلت المؤسسات الاقتصادية المعتبرة اللي ليها يعني ليها دور في هذه التصنيفات أو يعني الترتيب للدول على حسب قدرتها وقوتها من الناحية الاقتصادية، يدي مصر ترتيب متميز ومتقدم في هذا الاتجاه. خلينا نعرف من حضراتكم بشكل أكثر تفصيلا تبعات يعني هذا القرار اللي فات عليه سنوات وانعكاساته الإيجابية على مصر وعلى خطوات التنمية في مصر والاقتصاد، من دكتور كريم يحيى أستاذ إدارة الأعمال في جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور كريم. دكتور كريم، يمكن بلومبرج قالت أن مصر عند مستوى B2 وفي نفس الوقت نظرة مستقرة وإيجابية في المستقبل، ده لسه احنا قارينه النهاردة في الجرائد الصباحية. انعكاسات ده ايه في رأي حضرتك على الاقتصاد المصري، وهل فعلا الإصلاح الاقتصادي كان ليه أثر إيجابي قوي خاصة مع مرور العالم كله بهذه الجائحة وهي أزمة كورونا؟ طبعا المؤسسة لما يعني زي بلومبرج اللي هي أكتر بقالها أكتر من 100 سنة ما بتطلعش أرقام أو إحصائيات غير لما تكون عملت سيرش كامل، وغير لما تكون عملت تفنيد لجميع المنظمات أو البلاد بشكل حيادي، زيها برضو زي موديز اللي هو عمل برضو تصنيف مصر خلاها B2 أو هو يترقى بقى B2. الفكرة كلها إن المؤسسات العالمية دي بتشتغل دايما على معايير محددة، تشتغل على معيار محدد غير لا يخضع لأي تحيز أو لا يخضع لأي شيء يضيع موضوعية النتائج. وبالتالي هو موضوع أو هو يعني هو مؤسسة بيسموها مؤسسة التصنيف الائتماني، دول ما عندهمش أي محاباة لأي جهة، دول بيشتغلوا بمنتهى الحيادية، بيدخل على أي بلد بيعمل عليه دراسة ربع سنوية أو نص سنوية، ويعرف البلد دي الخطوات الإصلاح الاقتصادي اللي هي بدأت فيه تاخد أجزاء من القروض لحد ما تخلص القرض اللي هي عايزاه، هل البلد استفادت بالاقتصاد دي، هل اشتغلت، هل عملت تطوير في البنية التحتية، طرق الكباري اللي كل حضرتك يعني شايفينه دلوقتي. فدي أول نقطة بتشجع الاقتصاد المصري إن هو يعمل إعادة هيكلة دلوقتي زي ما احنا شغالين في قطاعات الإسكان والزراعة وكل يعني كل التطوير اللي بيمر دلوقتي بيعدي على مؤسسات بهذه القوة في التصنيف، بيخلي مصر يعني يدخل مصر تاني ضمن أحسن 100 بلد عندها قدرة على استرداد القرض وعندها قدرة على إن هي ترجع الفوائد بتاعة القرض بتاعة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي في برضو ربع سنة كمان، وهيبدأ الناس تاني بتاعت صندوق النقد الدولي أو الخبراء يجوا يبصوا هل معدلات النمو دي حقيقية، هل التطوير البلد، هل انتعاش السياحة، كل الكلام ده بياخدوه في الحسبان بمنتهى الحيادية علشان يبدأوا يطلعوا تصنيف سواء لبلد أو لشركة. فإحنا الحمد لله سواء يعني يعني من أقوى المؤسسات اللي بتعمل تصنيف ائتماني زي ما قلت بلومبرج وفي موديز وفي S&P اللي هو ستاندرد اند بورز، كل دول محايدين، مفيش حد من دول مدي يعني تحيز لحد او لجهة على حساب حد تاني، فده اللي احنا شايفينه وده اللي احنا يعني بنحمد ربنا ان احنا دلوقتي مؤسسات حيادية بتعمل الكلام ده او بتعمل تصنيف احنا ملناش يد فيه، هي بتعمل التصنيف وفي نفس الوقت حاسين ان البلد
المشروعات فيها بتكمل، انشاء المستشفيات شايفينه حوالينا، المناطق الساحليه بتتطور، داخلين على المناطق اللي فيها كثافات كبرى لعدد السكان. فالحمد لله الفتره اللي جايه ان شاء الله هتشهد مزيد من التحسن والتوسع في المشروعات. اشادات دوليه والتفاؤل من قبل صندوق النقد الدولي بالدور اللي بتقوم به مصر، توقعات النمو يزيد يوصل ل 6.4 او 2.4 او 4.10 حاجه زي كده في الفتره القادمه اللي هي من 20 ل 21، رغم ان في اصلا ازمه في النمو العالمي، في تباطؤ في النمو العالمي. طيب تفسير حضرتك لده ايه، ولاي مدى ده ممكن يعني يدفع مصر باتجاه انها توصل لمرحله الدول المتقدمه اقتصاديا؟ الدول المتقدمه اقتصاديا او اي دوله في العالم اثرت طبعا بالتاثير بتاع الفيروس، تمام؟ الفكره في ايه دلوقتي؟ الفكره ان احنا بنشوف انهي بلد عملت ريكفري اسرع من البلد اللي جنبيها. تعافت يعني. بالظبط كده، عملت تعافي وفي نفس الوقت المنحنى بتاعها ما فضلش في الديكلاين او في الانحدار، بدا تاني يثبت على معدل النمو اللي احنا كنا شغالين عليه، وبدا يبقى فيه توقعات بان هو يبقى 6.4، وده ان شاء الله هنامل ان هو باذن الله يكون موجود في الفتره اللي جايه، خاصه بعد مشاريع انهاء البطاله اللي بتحصل. كل المشاريع اللي حوالينا بتشغل الناس، بتقلل نسبه البطاله. ال 30 او 40% دلوقتي من الصرف على المشاريع الكبرى او العملاقه اللي هي بتعتبر شريان اي بلد عشان تجذب استثمار بعد كده، 30 40% داخل الناتج المحلي الاجمالي. الصناعات البسيطه عندنا او الحرفيه بدات تعمل لها تقنين وبدات تتحط في اماكن زي ما حضرتك عارف في مدينه دمياط مثلا او الروبيكي، الحاجات اللي هي بقت مركز صناعات في حد ذاتها الى يوم الدين. يعني احنا دلوقتي لما يعمل مبنى او لما يعمل مدينه بالكامل مثلا للغزل المحله هتقعد على طول، مش هيحصل فيها اي مشاكل. فاللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنعمل ريكفري اسرع من البلاد الثانيه اللي معانا في نفس المعدلات النمو. في ناس بتخاف تعمل ريكفري تاني لحسن الزبون ما يشتريش، المستهلك لسه تعبان معهوش فلوس. انما اللي بيحصل دلوقتي في مصر ان احنا بنعمل ريكفري بمنتهى او بنعمل تعافي يعني بمنتهى الـ ايه المرونه او السلاسه، بحيث ان طب معلش عشان ما تهوش من النقطه طبعا. حضرتك اتكلمت عن جانب مهم جدا، والدوله ايضا داخله بقوه والحكومه في هذا الامر من خلال تحفيز الاستهلاك او تحفيز استهلاك المنتج المحلي لو نقوله بشكل مزبوط. اوضح يعني مزبوط. لاي مدى الدور اللي بتقوم به الدوله في هذا الاطار من تشجيع للصناعه وللمنتج المحلي بيدفع باتجاه يعني عودة المنتجات المحلية إلى سابق عهدها، صنع في مصر أقصد هنا. زي ما كنا بنشتري وبنتباهى ده، النهاردة جاتينيو مثلا حتى بعد ما عرض بقيمة 60 مليون تقريبا، ده برضو خطوة في الاتجاه من وزارة قطاع الأعمال العام يراها كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح. حضرتك تقييمك لده إيه في من خلال مساعدة الدولة والحكومة للمنتج المحلي إن هو يسترد عافيته مرة تانية؟ المنتج المحلي دلوقتي بيتعمل عليه شغل أو بيتعمل عليه تطوير جنبا الى جنب مع التعليمات اللي بتقولها بيوت الخبره اللي احنا دايما بنعمل شراكات معاها، وهي بيوت خبره عالميه، ان هو بيعمل على تعميق التصنيع او تعميق المنتج المحلي. بمعنى ان المنتج المحلي لو احنا بنتكلم في ان احنا هنصدر اي نوع من انواع المواد سواء غذائيه او غير غذائيه، بدل ما نصدرها في شكل خام او بدل ما نصدرها نصف مصنعه وبعد ما نصدرها الناس تحط عليها الشغل او تخليها منتجات جاهزه وترجعها لنا تاني باضعاف الاضعاف، ده اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنعكس النقطه دي. احنا بنعمل دلوقتي تعميق الصناعه المحليه، احنا بنعمل بدل ما منتج نص تصنيع وهنصدر لا يبقى منتج كامل وفي قيمه مضافه كامله، بحيث ان هو يقدر يستمر او يعني يتعمل له التنميه المستدامه. الدوله دلوقتي شغاله على كده، الاتفاقيات اللي حصلت السنه اللي فاتت ومشاركه مصر او رئاستها كمان الاتحاد الافريقي، وجود اكتر من 52 دوله في افريقيا معانا في هذه الاتفاقيه، كل ده تشجيع لمصر، كل ده تشجيع الصناعه المحليه والمنتجين المحليين. يعني احنا دايما بنخاف ان شركات اجنبيه كبيره او مالتي ناشونال تخش مصر، علشان لما هي بتخش المستهلك على طول بيروح عليها لان هو واثق فيها ويسيب الصناعه المحليه. انما اللي بيحصل دلوقتي العكس، المبادرات اللي هي بتاعت صنعه في مصر والمبادرات بتاعت حياه كريمه علشان الناس اصلا تبدا من عمليه التوريد، كل ده دلوقتي او في الفتره اللي احنا فيها دي ولحد 2030 كتنميه مستدامه، كل ده بيحاول يشغل منتج او يطلع منتج عالي القيمه المضافه، بحيث ان احنا لما نيجي نصدره
بدل ما نصدره ب3 جنيه لان هو ماده خام او ان هو نص مصنع نصدره ب15 جنيه وهكذا. ازدهار التصدير عن الواردات في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي هيعمل على تقريب العجز اللي موجود في الميزان التجاري. زي ما حضرتك ذكرت معدلات النمو، معدلات النمو ده امر خطير جدا وامر مهم جدا، واللي هو حتى الان كان من 6.2 ل 6.4 او المأمول يبقى كده. احنا شايفين ان شاء الله ان هو ممكن كمان يتحسن على كده في الفتره اللي جايه. معدلات النمو دايما بتنصب على القطاع الاستهلاك اللي احنا دلوقتي عاملين تشجيع المبادرات ان الناس تستهلك سواء مواد غذائيه او غير غذائيه. بيعمل على ريستراكشر او اعاده هيكله الاقتصاد ككل، كقطاع زراعي، كقطاع صناعي، القطاعات التجاريه، الشركات اللي موجوده، معرفه ايه المطلوب في الاسواق الخارجيه عشان نبدا نصدر لها منتجات. كل ده بيرمي فيه زياده معدلات النمو الموجوده في مصر، وكل ده بيرجع تاني مصر كاحد الاقتصادات الناشئه اللي ممكن تعمل ريكفري او تعافي اسرع من غيرها من الدول. قدره مصر على الوفاء بالتزاماتها الماديه، برضه احنا قرينا من كام يوم قريب ان الحمد لله في قروض بيتم تسديدها يعني بشكل يعني يمكن يعتبر سريع، يعني ماهوش بطيء. تسديد هذه القروض بهذه السرعه اشاده صندوق النقد الدولي على ان مصر او حديثه عن ان مصر قادره على انها تفي بالالتزامات تجاه الصندوق او تجاه الاماكن اللي اقترضت منها اخذت منها القروض. لاي مدى حضرتك ده بيصب في صالح قوه الاقتصاد المصري، بيدي ثقه للمستثمر سواء الاجنبي او المحلي ان هو يتفاعل او يتعامل بشكل اكبر واوسع في الاستثمارات الموجوده في مصر؟ بص حضرتك، لما مؤسسه تصنيف ائتماني عالميه تعمل تصنيف لمصر او تعمل تصنيف لاي بلد وتحط ان هم قادرين على سداد الالتزامات الماليه سواء قصيره الاجل او طويل الاجل، ده بيعتبر في حد ذاته سجل مهم ان الناس تانية تطلع عليه. الصناع، المواطن المصري البسيط، الزراع، كل الناس اللي هي بتزود الناتج المحلي الاجمالي او بتزود قيمه السلع والخدمات في مصر عن سنه واحده، كل هذه الفئات بتطلع على تقارير مؤسسات التصنيف العالميه. مؤسسه زي ما حضرتك ذكرت ما بيحصلش، يعني دايما بيحصل فيه تصديق لهذه المؤسسات، ومنها بينطلق يعني دايما بينطلق بعد كده اسهم الصناعه والتطوير الى اخره، وده بيدخل على الجزء اللي معمول كمان اللي هو ان هو يبقى فيه ازدهار للبورصه الماليه كمان فتره، يعني ممكن تقعد لعشر سنين او بنقول عليها ان هي طويله الاجل. مؤسسات ائتمانيه بترفع من تصنيف مصر على قدرتها على سداد الالتزامات، بتقول للناس يا جماعه البلد قادره على سداد القرض والفوائد بتاعت القرض، زيادة معدلات النقد الأجنبي بشكل كبير جدا. وهنا بنتكلم في حتة مهمة جدا اللي هي الجزئية بتاعت احنا بناخد قروض. طيب ماشي، لما احنا بناخد قروض هل بيتم سداد لأقساط القروض دي؟ نعم بيتم سداد، والفوائد بيتم السداد بتاعتها، فبنعمل عملية سواب أو مبادلة من الفلوس اللي احنا كنا مديونين بيها بنشغل المشاريع الى فلوس ان احنا دلوقتي هي فلوس نمتلكها احنا، مش فلوس ديون خارجيه. النقطه دي برضو نقطه مهمه جدا اللي هو يعني قله نسبه الديون الخارجيه دلوقتي لمصر او عدم الاعتماد عليها بشكل كافي والاعتماد على مصادر اخرى للدخول او الاستثمار، ده برضو جزئيه مهمه جدا. علشان يعني نلخص الموضوع ان احنا بنقول في الفتره القريبه او لحد رؤيه مصر 2030 ان شاء الله مصر تعمل تعافي بالكامل في جميع القطاعات. القطاعات اللي هي كان فيها مشاكل او كان فيها يعني محاولات ان هي تتطور تاني بترجع تاني دلوقتي، نسب البطاله بتقل. فانا شايف ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه معدلات النمو هتتحقق اللي احنا عاملين لها يعني توقع معين، وان شاء الله تفضل مصر بنفس القوه والنشاط. طيب دكتور كريم، الاصلاحات الهيكليه اللي قامت بها الحكومه في الهيكل الاداري داخل الدوله اضافه الى يعني التعزيز الشفافيه الرقابه بشكل كبير مكافحه الفساد، لاي مدى الامور دي كلها بيبقى لها انعكاساتها الايجابيه على نظره المؤسسات اللي بتقيم الاداء الاقتصادي والحكومي في مصر، خاصه حضرتك استاذ تمويل ان الحديث كان على ان مشكله التمويل الحكومي يمكن ليها دور، يعني مؤسسه موديز مثلا على سبيل المثال اوضحت ان الضعف الرئيسي لتصنيف مصر الائتماني بيتمثل في حاجه الحكومه التمويليه الكبيره جدا،
واللي بتتراوح من 30% ل 40% من الناتج المحلي الاجمالي سنوي مع ارتفاع معدلات تجديد التمويل. تمام. دي يعني في ولاد قادره على السداد او على سداد الالتزامات بالشكل اللي حضرتك قلته، وفي ناس بتحتاج لما بتاخد قروض خاصه من صندوق النقد الدولي ان هي بتخليه طويل الاجل علشان يلحقوا يشغلوا الفلوس وبعدين يرجعوا عليها الديون وبعدين الباقي يبقى ملك لهذه الدوله. الجزئيه بتاعت التصنيف الائتماني خاصة مع وجود بعض القطاعات اللي هي ما كانتش شغالة قبل كده خالص أو اللي هي كان حصل لها عملية ركود تام، وده دلوقتي اللي وزارة قطاع الأعمال العام بتشير إليه. عندنا أكثر من 44 شركة، كانوا 144، دلوقتي عندنا 44 شركة عايزين يتعمل لهم إعادة هيكلة. فيها ناس، في ملايين من الناس ما بتزودش أي طاقة محلية، ما بتزودش ناتج محلي إجمالي، فبيحصل عملية الداون سايزنج أو اللي هو التخلص من حجم العمالة غير الماهر أو التخلص من حجم العمالة اللي في الآخر الشهر بياخدوا فلوس وخلاص، فده يبدأ يعمل عجز في الناتج المحلي. اللي جاي دلوقتي في العالم كله حاجة اسمها الكور كومبتنسيز اللي هي القدرات المحورية اللي موجودة عند طول ما هي موجودة في بلد ما هي البلد دي هتفضل تنافسية سواء في الأسعار بتاعتها أو سواء في الجودة اللي هي بتطلعها إلى فترة كبيرة من الزمن. أنا شايف إن في الفترة اللي جاية دي وزارة قطاع الأعمال العام هتشتغل على إعادة تطوير وإعادة صيانة البلاد اللي هي كانت لمصر بتعمل تصنيف عالمي زي مثلا القطن المصري طويل التيلة. فدلوقتي كل الناس عايزة تصنيع محلي وتصنيع سريع، فكله بيرجع على الفايبر أو الألياف أو الحاجات اللي هي مش طبيعية علشان الدنيا بتبقى سريعة. لا، احنا نرجع نزود الفوكس تاني على المنتج اللي هو طول عمر مصر أحسن حاجة فيه وبتشتغل فيه. بالمناسبة على فكرة مصر أكبر دولة، يعني أحسن دولة في العالم دلوقتي وأعلى قيمة صادرات لأجزاء كتير جدا أو لأنواع كتير جدا من الفواكه. يعني عندنا دلوقتي مثلا البرتقان والفراولة أكتر حد بيصدر في العالم، احنا لسه حققنا 4 مليون طن تصدير للخارج بالظبط في منتجات متنوعة من خضروات لفاكهة. كان معنا كمان المتحدث باسم وزارة الزراعة، كان من شوية يعني، فكان بيتكلم معنا على ان الموضوع ما بقاش فقط ان انت بتصدر بس، لا ده انت بتصدر الفائض عندك، يعني بكفي السوق المنتج السوق المحلية، بعد كده اللي بيزيد عندي انا بصدره للخارج. وفكرة الطلب على المنتج المصري يمكن ده بيرجع الفلاح المصري او المزارع المصري قيمته من جديد. احنا بنشكر حضرتك في ختام الفقرة دكتور كريم يحيى استاذ إدارة الأعمال جامعة القاهرة، شرفتنا يا فندم.